ولأن الحب دايما شراكة هو أيضا مفتاح للنجاح في أي خطوة. ده برضو كان كلمة السر في قصة هناء حسين اللي قررت إن هي تشتغل في مهنة الخيامية، ودي مهنة عريقة جدا من المهن اللي برع فيها المصريين من سنوات طويلة. قدرت إن هي تساعد جوزها، وده كان من 19 سنة، بدأوا من نقطة الصفر لحد ما قدروا يفتحوا ورشة خاصة بفن الخيامية، وبعد كده اشتغلت على إن هي تسوق منتجاتها دي وتسافر بلدان كتير جدا عبر معارض زي معرض ديارنا ومعرض تراثنا اللي يعني بيشجع هذه المنتجات اليدويه. خلونا نتكلم مع الاستاذه هناء حسين، نعرف منها رحله الحب كده اللي كانت دافعه لهذا النجاح. صباح الخير عليكي. صباح الخير، وصباح الخير على مصر، صباح الخير على مشاهدين برنامج صباح الخير يا مصر. يعني فنون الخياميه دي فن قديم قوي، ايه اللي خلاكي تفكري فيه تحديدا وتنزلي بيه لسوق العمل؟ هي حرفة الخيامية كانت في البداية كانت بتاعت جوزي، هو معلمها لي، كان بيشتغل هو الأول فيها. فبعد كده لما اتجوزنا لقيته بيشتغل فيها فحبيتها جدا، فقررت إن أنا أشتغل معاه. فعلمني، فبعد ما علمني إن أنا اشتغلت معاه. بعد كده بقى بدأنا إن إحنا نعلم معانا، أنا قاعدة في قرية، بدأنا إن إحنا نعلم معانا سيدات معانا في القرية. بعد كده بصين حوالين القرية ناس تانية جات، بقى ما شاء الله عندنا دلوقتي ناس كتيرة جدا شغالة معانا في القرية وخارج القرية. بنقدر بقى ان انا بيجوا عندي بدربهم، بعد ما بدربهم بوفر لهم الشغل الطعام، بشغلهم، بسوق لهم، فالحمد لله يا رب بقت حاجة كويسة جدا يعني. طب انتوا جوازكوا اصلا في الاصل يعني كان زي ما بيقولوا كده جواز عن قصة حب واختيار، ولا كان جواز صالونات؟ هو طبعا هو ابن عمتي. كويس. ايوه. بس طبعا احنا حبينا بعضينا، فبدانا بقى يعني ايه خلاص يعني الحمد لله يبقى زوج وزوجه، بقينا متفاهمين جدا مع بعضينا، بنحب بعضينا، فقدرنا بقى نقف جنب بعضينا ونساعد بعضينا على كل حاجه. طيب. من القاهره، انا من بني سويف وهو زوج من القاهره. كويس. فطبعا هو جينا وقعدنا هنا في بني سويف طبعا وعملنا مشروعنا، ف لا الحمد لله قصة حب حلوة يعني جامدة. طب حلو قوي يعني. طيب احكي لنا بقى، اكيد في صعوبات كده في اي بزنس جديد يعني او اي مشروع جديد بيتعمل بيقابله كده صعوبات، ايه الصعوبات اللي واجهتك وجوزك وقف جنبك ازاي عشان تتخطيها؟ هي الصعوبات اللي قابلتني في الاول طبعا ان انا طبعا كواحدة ست طبعا اجي اطلع معارض، بص لقينا طب انت هتسيبي البيت وتروحي معارض ومش عارفه ايه، زوجي قال لي لا انت تروحي، انا موافق ان انت تروحي معارض، سوقي شغلك وسافري زي ما انت عايزه وانا معاك وفي ظهرك، ما يهمكيش كلام اي حد. يعني انت مشتركه معاه في شركه اللي هي الجواز وفي الشركه الثانيه اللي هي الخياميه، اللي هي الخياميه اصبحت عندنا ورشه كبيره جدا عندنا، فالحمد لله بنقدر ان احنا نشغل منها ناس والحمد لله يا رب. احنا بدانا زي ما قلت لحضرتك من 19 سنه، بدانا من نقطه الصفر، دلوقتي الحمد لله بقت حاجه كبيره جدا وحلوه جدا يعني. طب الحمد لله. تقولي ايه لاي بنت جايه تتجوز النهارده، تنصحيها بايه؟ بنصح اي بنت تتجوز النهارده طبعا ان هي تقف جنب جوزها، ان هي تقدر لو تقدر تساعده باي حاجه، باي شغل، باي حاجه. الشغل طبعا حاجه جميله جدا، هي نفسها بتحس بكيانها كواحده ست ان هي بتقدر تشتغل، ما هيش مستنيه مثلا تقعد وتستنى اما شغل يجي لها لحد عندها وكده، لا هي تسعى ان هي تشتغل، ان هي تقدر اي حاجه تقدر تعملها، لا تعملها ما فيهاش اي مشكله ولا اي صعوبه. الحاجه صعبه وهي بعيده، لكن لما اشتغل فيها واجربها واخدها لا بلاقيها تجربه جميله جدا وتبقى ناجحه جدا وحلوه جدا. نشكرك استاذه هناء حسين اللي بتعمل في مهنه الخياميه، يعني بشكرك وبتمنى لك انت وزوجك اكيد كل التوفيق.